ده حاجة مهمة جدا. حاجة ايه؟ حاجة مهمة جدا. حابين الكشري. الكشري بالنسبة لنا يعني بالنسبة لمصر تشعر انك انت في مصر لما تاكل كشري في امريكا. رأيك؟ بنقول دايما الكشري في الغربة وطن. انا بس سؤالي في مصر الكشري يتغير من منطقة لمنطقة من الشمال على الجنوب لو كله نفسه يعني الوصفة في جميع انحاء؟ لا ده هو نفس صانع الكشري عامل الكشري يعني ريستورانت معين او مطعم معين هو نفسه عنده الكشري غير انواع يعني هو النهارده يعمله كشري بمقادير بكره بغير عشان كده هو مش ثابت فالمشكله عدم الثبات ده بيخليه هو يرتجل هذا الكشري it's like jazz music يعني something I have. انا بحب جدا اروح شبرا. شبرا والحسين اسكندريه طبعا. اسكندريه دي اجمل الاماكن. اسكندريه لان اشتغلت في مكتبه اسكندريه شويه فمكتبه اسكندريه واسكندريه نفسها الشط روعه اجمل شيء. بحبه جدا اسكندريه. انا بس بدي اقاطعك انه لقيت عم بتشوف على الانترنت دائما انا بقول ريفيرا الفرنسيه احلى شيء كان نيس ما في زيها فاجأت كثير لما دخلت على الويب سايت وفي شواطئ بمصر انا يعني دائما بقول كاريبيانز ما في احلى منه بس طلعت انه في مصر اي طبعا عندنا شرم الشيخ. شرم الشيخ مهم جدا ساحل الشمال كمان واشياء فظيعه يعني انا استغربت لبنى لازم تروحي شرم الشيخ. ان انا مره دايما الناس بتقول انت بتفتقد ايه وما تفتقدش ايه هي مش حكايه افتقاد اكتر منه يعني احنا دلوقتي قاعدين مع بعض بنتكلم فبحس ان انا كاني في مكان اخر مش في فيرجينيا ولا في 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 فافا بوت في المنطقة دي في العنوان ده في جي بي اس معينة. لا هي الفكرة ان الكلام زي ما كنا مع بعض زي ما شربنا مع بعض زي ما بحضر حفلة لرامي مثلا او بتكلم مع لبنى او بتكلم معاكي او بناخد نفسنا ان انا في رأيي كده يعني ما اعرفش طبعا كل واحد انا من واحد يقول لي شو اللي يعني تشتاقي فيه من رجوع العراق. الشيء الوحيد اللي اكثر شيء اللي امس يعني اكثر شيء احس فيه انه الناس الناس تلاقي الناس هاي لما الناس الاجتماعيه اللي وين فانت خليتها في فيرجينيا ولا خليتها هناك هي ترجع ريحه بلدك انت لما انت قلت حاجه فكرتني بجمله الجنة من غير ناس ما تنداس. بالضبط يعني هو كمان في حاجه كملي انت. لا يعني هو صح يعني اللي بتقوله كتير صحيح بس بنفس الوقت بالنسبة لي الهوسة والطيشة مال الميدل إيست تنطي حياة تنطي كولتشر ريحة الدخان الطالع والهي توصلي مرحلة لما تقعدي سنة في أمريكا تعودتي على الهدوء وقلة الأصحاب كتير الرجوع صعب الرجوع كل صيفية أنا بروح بقول لأهلي بليز ما بدي انفيتيشنز ما بدي دينر ما بدي لانش صار بدايتي إنه هذا صار عندي لايف ستايل بحب الهدوء بحب اللمه الصغيره ما بحب العجله وبعدين وبعدين في حاجه مهمه انا دايما بفكر في حكايه ان في لحظه معينه ممكن انت تاخدي خصوصيتك وتعملي اللي انت عايزاه صح ودي نقطه مهمه جدا في حياتك ما تحدش هناك يعني خصوصيه اصحابي طبعا حاجه جميله جدا جدا وجزء من حياتي انا اتمنى كنت اقضي معاهم وقت اكتر لكن تمريني بيمنعني معظم الوقت لكن لما بنتقابل بيبقى كل وقت ضحك ولعب وكلام ثقافي وجميل وبنتكلم عن حياتنا الشخصية حياتنا العامة اللي بتضايقني بالأردن إنه دايماً بساعة معينة بزيجات سوائل تبع اللي بيبيع أنابيب الغاز بحط دايماً موسيقى عالية بنص الشعب هو بضايقني صوت الحشيش لما بقصوه إذا 8 الصبح أو 4 العصر يعني وقت ما تكون واحد ينام أو ساعة 8 الصبح الحشيش في مصر ممنوع ما فيش حشيش في مصر أصلاً حشيش نوع تاني مش حشيش تمشي عليه حشيش هو يمشي عليه لو يدخل شويه يعني بنقوم على الساعه 4 وبعدين من الضج اللي هناك ما راح تسمع حتى لو في حشيش ما راح تسمع يعني هو في حاجه تانية كمان اللي هي الفكره ان فكره امريكا دي مهمه بالنسبه ليا ايه فكره ان احنا في لحظه معينه بنلاقي يعني
الاسباني قاعد مع المصري مع العراقي مع الـ مع الـ ودي نقطه مهمه جدا يعني التنوع والتعدد وان زي ما تقبل تقبل الاخر واعتبار التنوع ميزه مش عيب يعني دي نقطه مهمه جدا يعني يعني انا في رايي يعني ما اعرفش انا دايما بقول ان 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 يعني زي انا دايما بسميها زي السجاده في خيوط مختلفه الوان مختلفه وبعدين وانت عايزه تنسجي زي ما انت عايزه فازاي تعمل المعادله دي معادلة دي لان انت اصلا لما تيجي في مرحلة ان انت عايز تحتفظ بهويتك او ذاتيتك لازم تختاري احسن حاجة ده بيحصل كده مفروض يعني